الله يخرب بيتك يا مصباح، رحت في داهية بس. مالك يا رزيق؟ ايه اللي ملخبطك كده من ساعة ما جيت؟ ها؟ لا مفيش، نام انت بس، ايه اللي مصحيك؟ الو؟ يا معلم معلش ما تاخذنيش، تاخرت عليك. ايوه عندي ظروف عائليه. ايوه مراتي في المستشفى، معجوزه في المستشفى وانا قاعد معاها. حتى الواد الصايب بتاعي مش لاقيه علشان حتى يجيب لك البضاعه. لا ان شاء الله ابعوني الا بكره على الظهريه اكون مسلمها لك. مع الف سلامه، مع السلامه. هو في ايه يا روزي؟ لا ما تشغليش بالك انت، شويه مشاكل كده في الشغل ان شاء الله هتبقى زي الفل. نامي انت حبيبتي، نامي غمضي عينيكي كده عشان تروحي في النوم، نامي. انت مستعجل على نومتي ليه يا راجل؟ ما نايمه طول النهار. لا ابدا، بس عشان عاوزك ترتاحي عشان تطمنا بالسلامه كده. البيت مضلم من غيري كان موجه. انا دلوقتي بقيت احسن، احسن قوي. لا ايه ده، ايه اللي بتعمليه ده؟ لا يبقى بكره، بكره ان شاء الله الدكتور يكتب لك اذن خروج وتروحي بيتك بالسلامه نوجه. ده وقته ما بيردش عليا، بيقلبني النجل الزباله. امسك اعصابك يا عطا وما تتهورش، الغلطه الجايه محدش يقف جنبك فيها. يعني ايه؟ هنسيبه يفرد باللي عمله فينا؟ احنا هنوضبه بطريقتنا، بس لما ناخد اوامر من اللورد الاول. انت وطلعت من رجالته حقكوا هيتاخد. انا هتجنن، ازاي الواد ده قدر يضحك علينا كلنا الفتره دي؟ ده راجل وسخ، واظن انت فهمت غرضه من كلام الواد صبيه. مهم دلوقتي فين حساب البضاعه اللي اديتها لك؟ انا لازم اوردها بكره الصبح. وماله؟ البضاعة بكرة الصبح بإذن الله هيبقى تمنها عندك. هو في قلق ولا إيه يا عاطا؟ البضاعة دي أنا بديها لك في السر، الأوامر إنك ما تستلمش شغل خالص، ما تحطنيش في وش المدفع قدام اللورد ويناوي بيه. جرى لك يا محروق، أنا برضك عاطا، قلت لك فلوس البضاعة هتوصلك بكرة الصبح إن شاء الله. البضاعة راحت لزبون تقيل ومضمون، ما تقلقش. أني تعمل فيا كده يا روزي الكلب؟ صبرك عليا. مين؟ عندك يا ابني الست نجوى وبنتها من امبارح مش موجودين، وسير وزي لسه شايفاه خارج من ساعتين كده. وماله؟ نروح ونرجع له بعدين، هو يعني هيروح مني فين؟ يوم الانتخابات هيتم اخر يوم في حياه سياده النائب جعفر العطاوي. يوم الانتخابات هيتم اخر يوم في حياه سياده النائب جعفر العطاوي. خير؟ مالك يا مصطفى؟ الخالات رجعت راسها تاني يا شفيق. طب دي بشرة خير، يبقى تفتكر كل حاجة قريب قوي. مش باين، مفيش حاجة بتتغير، الخالات هي هي، الصوت ما بتغيرش، الوقت بيعدي، وأنا بحاول أرسم صورة لمصطفى دي، بس عامل زي ما يكون برسم كل يوم شعرايا في راسي، عايز وقت طويل عشان أعرف أي حاجة من ملامحه،
وفي نفس الوقت مش قادر اروح بيتي. خايف الناس تبص لي وتتصعب علي. مين يستحمل العيشه دي؟ اصبر يا مصطفى، انا حاسس ان ربنا هيكرمك قريب قوي. قلبي بيقول لي كده. الصبر صعب يا شفيق، صعب قوي. يا ريتك كنت عارفني زين، كنت اتحملت، كنت اعتبرتك عيني اللي بشوف فيها في الظلمه دي. لما انت كمان معرفتك بيها كانت من بعيد يا شفيق. حتى عمامي جم خدوني من المستشفى وهملوني. تلاقي كل واحد ملهي في شغله. وبعدين احنا رحنا فين يا راجل؟ احنا حواليك اهو. ويمكن ربنا اراد كده عشان نتلموا مع بعضينا ونبقى اهل بصحيح. نفسي اسمع ولو حكايه واحده بس عن حياتي يا شفيق، حتى لو حكايه قديمه. نفسي حد يحدثني عن امي، نفسي حد يحدثني عن ابويا ثابت العرباوي، نفسي حد يحدثني عن اي فرحه فرحتها في حياتي يا شفيق. انا عايز اشوف مرت عمي، مش هي اللي ربطني. يبقى تعرف اي حاجه عني يا شفيق. انا عايز اقعد معاها لوحدي، حاسس اني هرتاح. حاضر، بكره الصبح هتحدث مع ابويا، هقول له ينفذ لك اي حاجه تطلبها. لا لا يا شفيق، انا اللي هروح للكبير. خلاص، لو حاجتك معاه هيريحك روح له. في الاول حسيت ناحيته بشفقه، قلت لنفسي اكيد اللي شدني ليه حكايته اللي عرفتها من غير ما اقصد ومن غير ما حد يدرى. انسان وحيد في الدنيا دي، ما عرفش حاجه من العيبها، ما عرفش معنى الكذب ولا الخداع. ابيض ابيض كيف الثوب الشفاف. سالت نفسي انا ليه برتاح قوي لما بتحدث معاه، ليه بستنظر المعاد اللي بشوفه فيه في الفجر من غير ما حد يدرى. انا كيف اتغيرت بالطريقه دي وبالسرعه دي؟ ما كنتش بجد واحدة تانية وانا ما ادرياش. بتقولي يا فاطمة؟ بتقولي يا اختي؟ انت واعية اللي بتقوليه ده؟ انا واعية زين، بس الاحساس اللي جوايا ما قدراش اخبيه، مش عارفة اعمل ايه. هنية قلت الحديد ده لحد غيري؟ انتي عارفه اني ما بتحددش مع حد غيرك، ولساني ما نتكش غير لما لقيت نفسي مش قادره، محتاجه مساعده منك انتي بالخصوص. اسمعيني زين يا فاطمه، انسي الحكايه دي كلها، اشغلي روحك باي حاجه تانيه. المهم ما تفكريش في الراجل ده ولا في حكايته. وانا هقعد معاكي هنا واقول لصلاح اني ما رجعاش وياه البيت، وهقعد ببيت ابويا كام يوم، وافضل معاكي ولازمك لحد ما تنسيه. مش هقدر يا بنت ابوي، ده احنا ما صدقنا ان ربنا زاح عنك. ده انت يوم ما تحددتي معاي كان يوم فرح، ما كنتش مصدقه روحي. قبلها كنت خايفه لما تتحدتيش تاني عاد. هو السبب؟ نعم. يوم ما شفته هو بيقع من طوله في المضيفه وجريت عليه، لقيت روحي بتحدد كيف الاول. كان الغمامه اللي كانت على عيني راحت، والعقده اللي في لساني اتحلت. سالت روحي ليه في اللحظه دي بالخصوص رجعت للدنيا من تاني. أحب على يدك يا فاطمة، بلاش بلاش يا أختي بلاش. أنا واعية للي عايزة تقولي زين، لكن غصب عني فتحت لك قلبي. اطمني، أنا هسكت خالص، ما هفتحش خشمي واصل بكلمة عن الحكاية دي. لا ما تسكتش تاني، قولي كل اللي أنت عايزاه، بس لي أنا لوحدي. إياك ترجع للي كنت فيه ده يا فاطمة، إياك تغرقي في الضلمة اللي كنت فيها دي يا أختي، عشان خاطري، عشان خاطري يا فاطمة. Thank you.
احنا بننفذ اوامر الدكتور يا ولدي. هو قال ان اي حديث عن الماضي بتاعك ما هيفيدكش، لازم انت اللي تفتكر، لان اللي انت فاكر انه هيساعدك ممكن يضرك. انا عارف الحديد ده زين، وطول الوقت بحاول افتكر لحالي. افتكرت حاجة؟ نمر التلفون بتزن في راسي كانه نمرة حد اعرفه. قولها. 0 10 5 7. يعني كمل بس كده. دي ناقصة رقمين، يعني عشان نوصل للرقم اللي في دماغك هنجرب 100 احتمال. هنجرب 100 احتمال لحد ما حد يرد علي واقول له انا مصطفى العربابي. دي مصطفى العربابي؟ لا 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 لا، الحكاية دي ملاش عايزة، ملاش عايزة. يبقى ما فيش قدامي غيرك يا كبير. انت اقرب واحد ليه في السرايا دي، اكتر واحد تعرفني. ريحني ولو حباب. ريحك كيف؟ من كل اللي انا عشته ما فضلش في راسي غير اسمك، وبعد الحادثة اول حاجة حسيت بيها ان في خطر كبير بيقرب منك عايز ابعد عنك. اذا حددت معايا يا كبير. انا مفهمش انت عايز ايه دلوق؟ في افكار تيجي في دماغي. ني ني انك ايه؟ ني واحد تاني غير مصطفى العرباوي ده. اعذرني يا كبير، حقك علي. انا عارف انك عاددني زي شفيق ولدك، بس انت ما تعرفش الماضي حمله تقيل على حد مش فاكر حاجة، ما عرفش يركبوا فوق بعضي، ما عرفش يرصوا زي البضاعة على الرفوف. كلامك عجيب على قد ما انا ما قادرش افهمه، لكن عايز اسمعه. بعد اللي حصل لي لو هختار حد اكونه ما اكونش مصطفى العرباوي، هي دي الحقيقه. مش عايز اكون الراجل ده اللي ما بيسالش عليه حد ولا بيسال على حد، ما يعنيش حد ولا حد يعنيه. انت بتقول كده ليه؟ مين اللي قال لك انك كده؟ هي دي الحقيقه يا كبير. أنا هنا عشان أنتوا بتعطفوا علي. بقول لك إيه؟ أنا مش عايزك تفكر بالطريقة دي، هتتعب روحك وتتعبنا معاك وتأخر شفاك اللي إحنا كلنا مستنظرينه. أيوة بدير، إيه الأخبار؟ هتقول إيه؟ ما جايبهاش البر اللي واكل ناسه ده. أنا من ساعة ما طلعت وهو قاطرني. ما لو عربية واحدة سهلي، دي عربية بتسلم عربية. أنا بقول يا عمي بلاش العملية دي الليلة. أنا عارف هو عايز يعمل إيه، عايزني أتهور وأتنرفز وأغلط فيه. لازم تشوف لنا حل في الباشي. أنا العربية التانية متراكبة يا عمي، أنا لسه محدد عابد وأبو النجم. اهدى يا بدير دلوق وعاو، إلغي كل اللي اتفقنا عليه، مش عايزين نوقف في غلط مع سي عصام ده. انا بفكر دلوقتي كيف هنصب له الفخ اللي يخليه محقوق لينا قدام العالم كله. ايوه مع السلام. تعرف ايه اللي خليك ترتاح وتشيل من دماغك الافكار الغريبه دي؟ ايه يا كبير؟ انك تحس بقيمتك زي ما قال الدكتور فخري. مش فاهم حاجة. تشتغل. جنابك اللي قلت لي مش عايزني اشتغل في الشركة. بلاش ترجع الشركة، تشتغل في الحاجة اللي تناسبك وتمشي مع ظروفك. يا ريت Thank you.
يا استاذ. ايوه في ايه؟ دكتور خالد عاوز حضرتك تروح له المكتب. ايوه الدكتور خالد ان شاء الله انا هروح له بكره الصبح. هو سهران في المكتب، عدي عليه 5 دقايق. حلو قوي، طالما سهران ان شاء الله هنعمله حاجه كده سريعه ونجيله على طول. بعد اذن حضرتك. متاخذنيش يا عمي، عمال اقلب حديتك يمين وشمال وعلى كل لون، مش عايز يدخل دماغي. كيف واحد زي ديه عقله ممسوح؟ لحد دلوك ما عارفينش هو مين، وانا عن نفسي ما فهمش هو قاعد في وسطينا ليه. نقوم ننسى كل ده وندخل وسط اشغالني، نطلعوه على كل اسرارني اللي تعرضنا للخطر. احنا مش هنطلعوه على اي اسرار يا بدير، فهمني زين واصحى معايا. عصام بيحرجم ورانا، عايز يمسك علينا اي غلطة. لو كان ده بيحصل في اي وقت تاني كنت هدي اللعبة الاخر، لكن انا لازم اخلص من كل المخزون اللي عندي عشان اعمل سيولة لغلط العملية الكبيرة. يعني مش لازم اوقف الشغل يوم واحد. يا ابوي ده حديث مفهوم ومتفقين عليه. دلوك عظام حفظك، متأكد انك الكل في الكل في اي عملية بتتنفس، وكمان يعني على رجالتنا. لازم عصام يفهم ان مصطفى بيجي اهم واحد في رجالتنا، وان اي عملية بتتم عن طريقه. حديثك على دماغي يا كبير، لكن حتى لو سي عصام اتأكد انه اهم راجل في رجالتني، منين جنابك تطمن ان سي مصطفى ده ما يضرناش؟ انا مراهن عليه. اول هام الجدع مخلص لينا جدا، وكفاية اللي عمله في حكاية شفيق. تاني هام هو يتمنى يشتغل ويحس بوجوده وقيمته. طب افرض جنابك البيه افتكر نفسه وحياته اللي فاتت وربنا فك عنه، مش ده ممكن يحصل في اي وقت يا عمي؟ وماله، احنا هنعرف اللي وراه وسبب اللي قاله، وهو ما يكونش عارف اي حاجه تضرنا. اسمع كلامي يا بدير، انا اخلي عصام ده يلف حوالين روحه. ايوه، بس المهم خليك معايا خطوه بخطوه. ولا حاجة يا شامة، احنا هنتبسط قوي. اوه يا شامة، دماغي فين؟ مش حاسة بيها. دماغك يا حبيبتي في العلالي فوق فوق. اوه يا شامة، انا عايز ارجع عايز ارجع. استريح يا حبيبتي، استريح يا شامة، استريح. انا تعبان قوي. حصل لك رزيء؟ جاي لك على طول حبيبتي، جاي لك جاي لك. يا بنتي اللذينة، ايه اللي حصل لك رزيء؟ اهدى اهدى شوية اهدى شوية، هو الأكل حرام. جمبري يعمل شغل برضه، مالك في ايه رزيق؟ ما كنتش كده ابدا. كنت دايما في امان الله، صحيت على السكاكين يا دكتور، السكاكين بتقطع في بطني، والحظ كويس قالت لي ان حضرتك سهران هنا الليله دي. الليله دي النبطشيه بتاعتي، وحاولت اقابل جوزك بس امينه قالت لي انه خرج. هو خرج من امتى يا ست امينه؟ من يجي ساعه، وقال لي هيبقى يعدي على الدكتور الصبح. اديها حقنه باسكوبان، الحقنه دي هتريحك قوي وهتضيع الالم. دكتور، هو حضرتك كنت عاوز جوزي في ايه؟
اه فكرتيني، انتوا كنتوا بتتعالجي من امساك او تلبك معوي؟ لا ابدا، انا عمري ما اشتكيت من الحاجات دي. انا النهارده شفت التحاليل بتاعتك، انت بتاخدي جرعات زايده من ملين السلاميكي، ده كان هيعمل لك تهتك في جدار الامعاء. انا عمري ما خدت الحاجات دي يا دكتور. التحاليل بتاعتك بتقول كده، ما تاخديش حاجه من غير اذن الدكتور. اديها الحقنه يا امينه وحصليني. هو ايه السلاميكي ده يا اختي؟ ده ملين، في منه عادي وفي بطعم الشوكولاته. قال يعني ما تعرفوش شوكولاته. هو رزق جوزي قال لك رايح فين؟ قال لي وراه مشوار مستعجل وكان باين عليه في حاجه قلقاه. الحقنه دي هتهديكي اوكي، وانا هطلع بص بص على العيانين كده وارجع لك تاني بعد نص ساعه. حاولي بقى تنامي. شوكولاته عاليه للناس الغاليه. انت ايه حكايتك مع الشوكولاته بقى؟ بقالك كام يوم معلق عليها؟ الشوكولاته دي اخر تمام، بتهدي الاعصاب وتروق الدم كده وتخلي الواحد نايم زي الفل. اشرب اشرب يا حبيبتي اشربي. والله انا حاسه ان الشوكولاته اللي بشربها كل يوم دي هي اللي وجعلي بطني. كده تمام قوي 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 بقى. ظبط نفسك حلو، جاي لي غشام. استنى. عادي. انت خلصت؟ جاي ست. كنت هتسامحيني والله، كنت هتسامحيني في اللي انا بعمله دلوقتي واللي انا هعمله بعد كده. بجد عشان بحبك، بحبك يا هشام. كنت تزعليش من عمك، اوعي تزعلي مني. شريت اللي انا هصوره ده دلوقتي، محدش هيشوفه خالص خالص ان انا وانت بس. مش عارف، عارفه بيعمل بصورك ليه؟ عشان هو ده السر اللي هيجمعني بيك وهيربطك بيا بالرب. والله والله يا شيخ.
وبعدين خليت تمشي اي حد في حياتك خالص بعد اللي هيحصل بينا، خليك تنسي اي حد في حياتي عشان انا اول واحد هكون في حياتي بنتي. ايوه اول واحد. ايوه يا شباب ما تزعليش مني، خليك تنسي الواد اللي اسمه طلعت. طلعت يا شباب ليه بحبك؟ الله بحبك يا شباب. تزعليش مني عشان ربطت بيا. اخرهم اخرهم يا ابن الكل. اطلع برا شباب بتاعتي. شباب بتاعتي جنابك ما ينفعش غير قبل الفجر يا عم. تنفذ وانت ساكت. انت ايه مصورة سؤالات مفتوحة؟ ما الكبير شرح لك مفيش وقت. هم اللي يسأل يا بدير. مصطفى ما يعرفش احنا بنشتغلوا فيه. الله حاضر. شوف يا مصطفى انا اقول لك انا هقول جنابك على اللي فهمته. انا اشتغلت مع سعادتك الشغل ده قبل سابق على خفيف. كنت مسؤول عن تأمين نجلات الفاكهة والغلة من مزارع جنابك للتجار، وكنت بقضي طلبات للفندق اللي في لوكسور. براو عليك. وجنابك مش عايزني أرجع أشتغل في شغلة السياحة تاني عشان الناس تعرفني هناك، وانت طبعا مش عايزهم يشوفوني بحالتي دي. أما الشغلانة دي بقى فما فيش حد يعرفني من التجار، ما فيش سابق معرفة، يعني هسلم واستلم كل واحد يروح لحاله يا كبير. ما شاء الله عجلك زين ومتنور. يمكن ربنا سبحانه وتعالى أراد اللي حصل لك ده عشان تجرب مننا وتبقى واحد من رجالتي. الشغلانة دي هي اللي هتخليك تعاود الدنيا من جديد وتحس بوجودك. أمال إيه؟ ده شرف ليه يا كبير. دلوقتي أنا هروح مع واد عمي الدير والمكان اللي هيقول لي عليه هدخله، هجيب الفلوس وعاود تاني. تعد 200 باكو بالتمام. هتعرف تعدهم ولا علمك؟ يا واد عمي دي حاجة سهلة. هستلم 20 لفة، كل لفة فيها 10. لا ناصح قوي. أنا بقول يعني يا كبير نتحركوا عشان الوقت ما يسرقناش. أيوه بس اللي محيرني يعني جنابك يعني ضابط زي دي كيف يعني تجيله الجرأة ويقف قصاد سعادتك؟ يا أبوي بطل سؤالات، ما الكبير حكى لك الحكاية كلها. همله يا بدير. يها مصطفى ما يفهمش كيف ظابط يفرض إتاوات على تجارتنا بالقوة. أيوة عندك حاجة يا كبير. أنا الحكاية دي مش داخلة راسي خالص.
يا سيدي بكره هتدخل وهتقعد وهتتربع وتفهم الدنيا وبلاويها. شوف انا قلبي حاسس انك بشجاعتك دي تقدر تتعامل مع الضابط وقت ما تقابله، ها؟ بالطريقه اللي تريحنا منه. ها؟ يلا. تفضل. بدير. اوامرك يا كبير. خليك واعي وتصرف. كانك ما واخدش بالك انهم بيراقبوك. عايزهم يتاكدوا اننا بنجهزوا العمليه كبيره قوي. ها؟ مفهوم يا كبير. يلا. مفهوم. يلا. الرجال قاعدين هناك هم. ايوه بس ده مكان واعر قوي زي ما يكون فيه شواطين. ما تخافش مش هيطلع لك فيه عفريت. وانا قايل لك قبل كده يا مصطفى احنا بنعمل كده عشان نبعد عن عيون الضابط. اياه عامل زي المنشار ما بيشبعش رشوه. ايوه بس هم هيدوني الفلوس كيف يعني من غير ما ياخدوا بضاعه؟ انت لو تخف سؤالاتك دي هتبقى زين قوي. ومع ذلك اطمنك الناس واثقين فيني وان شاء الله بضاعتهم هتروح عنديهم بكره. يلا مصطفى اتكل على الله روح له. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. مصطفى العرباوي هو بعينه. اهلا وسهلا. ازيك يا مصطفى؟ الله يكرمك يا كريم. والله ليلى بس عايزين نعمل معاك الواجب بس الوقت ما يسعفناش معلش. ان شاء الله مره ثانيه. الفلوس جاهزه؟ جاهزه ان شاء الله. تفضل. كده معناها ان مفيش تسليم بضاعه. اسمع ماهر خليك مراقب من غير ما حد يحس بيك. ايوه واضح ان هم بيجهزوا الحاجه. اديني مواصفات الراجل اللي معاه. انا هستناه. اديني قرابة تنور هشوفه بوضوح. مظبوط يا واد عمي. توصلهم للكبير وتقول له كتر خيرك وربنا ما يحرم اهل الصعيد كلهم منك. الله يكرمك. مع الف سلامه. سلامه الله. السلام عليكم. الله انت. طب وانت؟ انا قاعد بشم الهواء. اتكل على الله. يلا بالسلامه. السلام عليكم. خلي بالك من نفسك. لا 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 خليك انت مع بدير. لا هاخد قوه واطلع السقف الجدع ده. ما احنا لازم نعرف بيعملوا ايه بالظبط. مع السلامة. دي كلها ازاي كنت بشوف عني نظرات غريبة بس كنت بكذب احساسي ما فكرش فيه بيني وبين نفسي. كنت كل ما اشوف الحب والغزل اللي انتوا فيه او الاسكوت يا بنت ما تعكلنيش على امك وتخربي عليها. يا ريتك صدقتي احساسك. يا ريتك قلتيلي. كنت فوقتيني من الكدبة اللي عشت فيها سنين. ما كنتش قتلته. ما كنتش قتلته. أنا قاتل روزي. هي دي آخرتها. تريد بسبب وسط المكرمين والسنة. يا رب يا رب. حرام. لا
انت ما عادش هيقدر ياخدك مني، ما عادش هيمسك بحاجة. ايوه ايوه انا كنت هدافع عنك عن شرفك اللي هو اغلى حاجة عندي. انا لو ما كنتش قتلته كانت حياتك ضاعت. قومي قومي معايا. هنروح على فين؟ على رئيس البوليس. احنا مش لازم نستنى اكتر من كده. يلا انا لازم احكي لهم اللي حصل، اسلم لهم نفسي. لا انت مش هتروحي لسه، لو رحت هبقى انا اللي ضربته، مش هسيبك تضيع حياتك علشاني. احنا ممكن نهرب، نروح اي مكان. نروح فين بس؟ بابتنا هيجيبونا، مفيش قدامنا غير كده. مش هيحصل يام، لو طمنت على اللي في دماغك هبقى انا اللي قتلته. اسمعي الكلام يا شهمه وبلاش عين. فينك يا طلال؟ تعال شوف اللي جرالي وانت معايا. يا بني ادم انت، اول مره تخش على اللجنه؟ احنا متاسفين يا بيه. اهلا اهلا اهلا. هو انت؟ ايوه عصام بيه هاني. طب كويس قوي انك لسه فاكر اسم. ايوه طبعا فاكرك يا عصام بيه زين طبعا. ما انت مش ممكن تنسى ايامك في المستشفى ولا اول واحد شافك بعد الحادثه. قول لي بقى، خفيت؟ الحمد لله رب العالمين، وبنتحسن ومع الوقت. طب اسمك ايه دلوقتي؟ اسمي مصطفى، مصطفى العرباوي. يا اهلا 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 يا درش. اوراقك؟ ايوه عيني، ما كانوا قالوا ان فيها اوراق هني. اهي اتفضل يا بيه. طب دي رخصة العربية باسم سيادة النايب، فين رخصتك انت بقى؟ رخصتي هي بيه، انت عارف ان الاوراق ضاعت في الحادثة. طب ما طلعتش غيرهم ليه؟ ها؟ طلعتش ليه بدل فائد؟ ما قربك بسم الله ما شاء الله ايديهم طايلة. ان شاء الله يطلعوا غيرها يا بيه. طيب انت ان شاء الله بقى هتدفع غرامها؟ غرامي؟ يا سعادة البيع عيب الكلام اللي انت بتقوله ده، واقف في الشارع تمد يدك للخلق وتاخد فلوس. فلوس ايه يا بني ادم انت؟ انت بتستهبل؟ وريني الشنطه دي. لا كله الشنطه دي يا سعادة البيع، كله الشنطه دي، انا جاتيلي الشنطه دي. ليه بقى ان شاء الله؟ فيها فلوس، والفلوس دي فلوس شغل امانه يعني، ولا سعادتك ما تعرفش الامانه؟ والله شغل ايه بقى ان شاء الله اللي بتشتغل؟ تشتغل ايه؟ بشتغل اللي بشتغله يا بي. ماشي ماشي يا اخ مصطفى، اتفضل اتفضل. فيه اتفضل اتكل على الله. تحب تقف معانا شويه؟ اه تشكريني يا قريبي.